أنا سعيد أن نبتدي في هذا الاجتماع ونتذكر مؤسسه طيب الذكر صاحب القداسة المتنيح البابا الأنبا شنودة الذي أسس هذا الاجتماع وخدمه على مدار سنين وسنين وقدم فيه خلاصة روحية وخلاصة رهبانية تمتع بها الشعب في مصر وفي خارج مصر. وربما من الترتيب الإلهي إن احنا نبتدي النهاردة في يوم 22 طوبة 30 يناير تذكار نياحة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، وهو الاسم الذي حمله البابا شنودة في رهبانيته، وهو الاسم الذي نعتز به جميعا باعتباره أب جميع الرهبان وأب ومؤسس الحياة الدائرية على أرضنا مصر. ومن هذه الحياة انطلقت الرهبنة لكل العالم والحياة الرهبانية. ولما بنيجي نتكلم عن الحياة الرهبانية في مجملها دايما يجي قدامنا سؤال: ماذا يدفع إنسان أن يخصص ويكرس حياته كلها من أجل الله؟ إيه اللي بيدفعه؟ فلا نجد إجابة إلا أن محبة الله قد انسكبت في قلب ذلك الإنسان بالروح القدس المعطى له، فجعله يسمو فوق العالم وينطلق إلى الحياة التكريسية، يقدم نفسه كذبيحة وكقربان أمام الله. ولهذا الأمر أيها الأحباء أردت أن يكون أول اجتماع نتأمل فيه سويا بعد ما صلينا العشية ويا بعض وقلنا مديحة القديس أنبا أنطونيوس، وفي كل مرة نختار مديحة من مدايح القديسين اللي بنحتفل بيهم خلال الأسبوع، ونجعل هذا الاجتماع هو درس للكتاب المقدس، نجتمع جميعا حول كلمة الله المقدسة. أردت أن يكون اجتماعنا الأول وهو عن محبة الله. إيه محبة الله دي؟ من يستطيع أن يصف هذه المحبة؟ ومن يستطيع أن يلم بكل أبعادها؟ الحديث عن محبة الله حديث متصل ومستمر ولا يمكن أن تكون له نهاية، لأن الله المحبة والله لا نهائي، وبنقول كده الله محبة. واللي بيأكد هذه الصورة كلمات الكتاب المقدس: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يعني احنا رد الفعل بتاع هذه المحبة. من يستطيع أن يصف محبة الله؟ القديس بولس الرسول وله تعبيرات كثيرة قال ذات يوم: محبة المسيح تحصرنا. وكلمة تحصرنا كلمة واسعة جدا، يمكن تقترب من التعبير اللي دايما نقوله، تقوله كده: الإنسان صنع معك أمور كثيرة جيدة، فتقف قدامه كده وتقوله: يا فلان جمايلك مغرقاني، جمايلك محوطاني، جمايلك مش عارف أردها. هكذا نقف جميعا يا إخوتي أمام المسيح ونقول له كده: يا رب، عمل الفداء وعمل الصليب يجعل الإنسان يقف أمامك متأملا وصامتا. يعبر عنها بعض الذين عاشوا فيها ويطلقون على هذه المحبة لجة المحبة، أمواج من المحبة.
عشان أبقى محدد وياكم هختار 4 أو 5 صفات وهي مجرد نماذج تشرح لنا هذه المحبة التي قال عنها بولس الرسول أنها تحصرنا. أول شيء بنلاقيه في محبة الله لكل إنسان فينا أنها محبة شخصية لشخصك لذاتك. فالله عندما أوجدك وخلقك خلقك لهدف ولخطة موضوعة، وأوجدك في هذه الحياة كإنسان فريد، نقول عليك فرد فريد لا مثيل لك، وأوجدك في هذه الحياة لكي ما تكمل قصده. وعشان كده بنصلي بنقول لتكن مشيئتك يا رب في حياتي. محبة الله محبة شخصية بالاسم، باسمك، بوجودك. والله لا ينسى أحد، حتى وإن نسيت الأم راضعها أنا لا أنساكم. ومحبة المسيح لا تضيع في وسط الزحام، مش عشان في وسط الزحمة يبقى الإنسان منسي أمام الله أبدا. والطريقة الوحيدة لكي ما تكتشف محبة المسيح الشخصية هي أن تقابله شخصيا. ولذلك عبر الكتاب عن هذه الوصية، وصية الصلاة، وقال صلوا كل حين، يعني قابلني كل حين، يعني تأكد من محبتي الشخصية لك في كل حين، مش بنساك. وفي هذه المقابلة اللي هي الصلاة يستطيع الإنسان كلما أفرز وقت للصلاة كلما تمتع بهذه المحبة الشخصية. مشكلة العالم النهاردة إيه؟ إن الإنسان دايماً مشغول ودايماً حواليه ضوضاء، وبالتالي لا يجد فرصة لالتقاط الأنفاس ويقدر يشعر. ربما بعضكم لما بيروح الأديرة في وقت هادئ ما فيهوش زحمة الرحلات والأيام والناس الكتير، يروح في وقت هادئ كده، ساعة ما يدخل الكنيسة يشعر بخشوع وبمهابة، وفي هذا الخشوع وهذه المهابة يستشعر حضور الله ويستشعر محبته الشخصية. يمكن أقرب مثال يكون لأذهاننا المثل الذي يقدمه لنا زكا العشار. زكا كان إنسانا مثلنا تماما، مشغول في حاجات كتيرة وفي عمله، وكان يظن أن سعادته في هذا المال الذي أمامه، عالمه كله هو عالم المال، يرتب الفلوس ويحضر السجلات ويشوف الأسماء وهذا هو كل عالمه. وكان يظن أن هذا العالم هو الذي يحضر له السعادة، وهو واحد من كل البشر. وبعدين يا زكا، قال وجدت ناس كتيرة بتتكلم على واحد في المجتمع اسمه يسوع، وهذا الكلام الكثير عن شخص المسيح وعما يصنعه وعما يفعله وعما يعلم به خلاني عايز أشوف مين المسيح ده. زكا كتب عنه الكتاب أنه كان قصير القامة، وليس من عادة الكتاب المقدس أن يصف الأوصاف الجسمانية الجسدية، ولكن كان يقصد بهذا الوصف أنه كان قليل الإمكانيات. يا ترى أنا في وسط الزحمة دي المسيح عرفني؟ طبعا. طب أنا عايز أشوف المسيح فقط
أريد أن أراه أو ألقي نظرة عليه، مين هو المسيح اللي بيتكلموا عليه؟ كلنا عارفين ماذا صنع. وتناسى إلى حين وضعيته ومكانته في المجتمع اليهودي، وأنه لما يطلع على الجميزة ويستخبى في وسط الأوراق الشجر ويبقى منظره يعني حاجة تكسف. تعمل إيه كده يا زكي؟ قال عايز أشوف المسيح، أشوفه بس. هذه الرغبة يا أحبائي هي رغبة الإنسان في الصلاة، أريد أن أراك يا إلهي، أريد أن أفرح بمقابلتك، أريد أن أشعر أنك أمام عيني. يمكن داود النبي وقف في يوم وقال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. زكى، وانت على الشجرة فوجئت أن المسيح يعرف اسمي ويناديني: أسرع وأنزل يا زكى. وأرجوكم تتخيلوا معي مشهد هذه المقابلة اللي خدت أجزاء من الدقيقة، على ما ينزل وسمع صوت المسيح وتصير أو تصير وجه زكى في وجه المسيح، أو على الأدق عين زكى في عين المسيح. اتغير كل حاجة، اتغيرت كل شيء. زكى هذا الإنسان الذي كان قليل الإمكانيات في وقت قصير شعر أنه امتلك كل شيء، ووجد أن الذي بين يديه هو تراب، نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. ده مش هيتبقى لك حاجة يا زكى. قال لا 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 لا، اللي باقي ده يعني عشان القوت والكسوة. وتصير يا أحبائي هذه صورة من صور محبة الله. لم ينسى زكى في وسط الزحام، ولا ينساك أيضا في وسط الجموع. هو يعرفك بالاسم، هو يبحث عنك، وهو يريد أن يقابلك في كل وقت. والإنسان الحقيقة النهاردة جعان جدا لهذه المحبة. إنسان مشغول بماديات العالم وبأخبار العالم وبالتلفزيونات وبالأحداث وبرامج التوك شو، وعمالة تاخد وقت الإنسان. المفروض أن وقت الإنسان هو وقت يؤدي فيه عمله وأيضا يتقابل مع الله الذي يعرفه شخصيا. دي أول صورة أو أول جانب من محبة الله، أنها محبة شخصية. جانب آخر من جوانب محبة الله التي تبين هذه المحبة: الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. محبة الله محبة باحثة، تفتش، عمالة تفتش على كل إنسان، بتدور عليه، بتدور على كل أحد. وأحداث الحياة يا أحبائي، الأحداث التي تمر بنا في كل يوم وفي كل ساعة، هي نداءات من الله. ده ممكن طفل يقول قدامك كلمة، ممكن تحضر اجتماع وتسمع عظة، ممكن يقع في ايدك كتاب وتقراه، أو خبر، أو تسمع أخبار عن الآخرين. هي رسائل الله يرسلها لك، هو يفتش عنك، هو يبحث عنك. دائما المحب يبحث عن المحبوب، الله المحب يبحث عن الإنسان المحبوب لديه. كل إنسان حتى الخاطي أيضا الخاطي
المسيح يبحث عنه. هو لا يحب خطيته ولكن يحبه لذاته، ولذلك تستغرب وياي لما نقرأ في الكتاب المقدس أن قيل عن يوم الرب أنه قريب، واتقالت الحكاية دي من 2000 سنة، إنها متكررة أكثر من مرة في الرسائل. الرب قريب، قريب ده يعني بعد سنة، بعد 10، بعد 20. قد يظن البعض أن الله يتباطأ، ولكن أبدا، الله يبحث ويفتش عن القلوب التي تقبله والقلوب اللي عايزة تعيش وياه والقلوب اللي فرحانة بيه. الإنسان سقط في الخطية وصارت خطاياه تحوط في كل مكان. في كده تشبيه بسيط قوي كلنا نعرفه. ايه رأيك في إبرة تقع في كومة قش؟ الإبرة تمثل الإنسان أو رمز للإنسان، وكومة القش دي اللي ملهاش شكل معين كأنها خطايا التي تحيط بالعالم، والعالم قد وضع في الشرير. وعشان الواحد يطلع إبرة من كومة قش دي عملية صعبة جدا، ولكن الله يفتقد الإنسان المحبوب لديه ويبحث عنه، بل ويتعب من أجله. سقط الإنسان في خطايا كثيرة وما زال يسقط. يسقط في الطمع، في الشهوة، في الكراهية، في الحقد، في الأنانية، في اللامبالاة. هذه تكون عالم الإنسان. الإنسان الحريص بقى واللي واخد باله من نفسه كويس بيقدم توبته عشان يطلع من الخطايا دي كلها. وعلى رأي الكتاب أحب الناس الظلمة أكثر من النور. واحد يحب الظلمة، أصل في قلبه فيه ظلمة. واحد يحب العنف، أصل في قلبه ظلمة. واحد يحب السلوك الملتوي والمعوج، أصل قلبه بهذه الصورة. طب يا رب محبتك تعمل إيه؟ قال أنا أبحث على الإنسان في كل مكان، بل أبحث عن الإنسان في مراحل عمره كلها. قد أفتقد الإنسان في الساعات الأخيرة من حياته، مثلما صنع مع اللص اليمين، وقد أفتقد الإنسان في بكور حياته، ولكن أنا أبحث عن الإنسان. يمكن أقرب مثال بيقرب لنا هذه الصورة المرأة السامرية. يسوع إلهنا المخلص، ماذا وجدت في هذه المرأة؟ إنها إنسانة تسلك سلوك رديء في مجتمعها. ألا أنا شايف إن هذه المرأة السامرية لازم أبحث عنها. طب تدور عليها ليه؟ قال بهذه المرأة سوف أخلص مدينة. ياه، ده إنسانة ملهاش ذكر، أو يعني من المنسيين في المجتمع. قال لا، السيد المسيح يتواصل مع امرأة لكيما يخلص مدينة السامرة، ويقابل المرأة السامرية وفي هذا التوقيت بالذات، الساعة السادسة، ساعة الصليب، لكيما يقدم للإنسان رسالة: إني أبحث عنك من خلال الصليب. الصليب يمتد في كل أرجاء المسكونة، وكأنه مثل الصنارة
اللي عمال يصطاد قلوب البشر من كل اتجاه من كل مكان. وهذه المرأة التي تعتبر منسية في مجتمعها المسيح يذهب إليها، ولكي ما يحميها من الخجل لا يذكر اسمها، ولكي يحميها من الخجل لا يجعل التلاميذ يحضروا هذه المقابلة. ويبدأ ربنا يسوع المسيح معها من خلال الشيء اللي بتحبه، كلنا عارفين الحوار، ويتكلم معها عن الماء ويحولها من الماء إلى الماء الحي، ويحولها لكي ما تشتاق إلى معرفة المسيح، ويحولها إلى إنسانة كارزة. هي دي محبة الله، المحبة الباحثة. ويمكث عند أهل السامرة يومين، اليومين دول بيمثلوا عرضة الصليب أفقية ورأسية، وكأن اليومين دول والمقابلة التي تمت الساعة السادسة تجعل أهل السامرة والمسيح ماشي من عندهم ينادونه ويقولون عنه أنه مخلص العالم، ودي أول مرة نسمعها عنه من أهل السامرة. محبة باحثة. ولذلك عندما يقوم الآباء والخدام والخادمات بالافتقاد، هم يمثلون صورة من صور محبة الله التي تبحث عن الإنسان. والله ما زال يقوم بهذا العمل، يبحث عن الإنسان. جانب آخر من جوانب محبة الله بجوار محبته شخصية ومحبته باحثة، محبة الله أيضا مشجعة. محبة الله تشجع الإنسان وتؤثر فيه. محبة الله يقول عليها الكتاب المحبة تتأنى، عمال يطول باله. ايه رأيك في أغسطينوس يا رب؟ قال مطول بالي عليه، بشجعه، هو شاطر في الخطابة، طب هخليه يتقابل مع القديس امبروسيوس في ميلانو واجده اسقفا يجيد الخطابة والوعظ ويديله فرصة. وعشان أشجعه كمان هخليه يقع في إيديه قصة حياة القديس أنبا أنطونيوس التي كتبها القديس البابا أثناسيوس الرسولي أثناء نفيه في تيرير. إيه يا رب اللي بتعمله ده؟ قال بشجعه على التوبة، مرة بكتاب، مرة بسيرة قديس، ومرة بمقابلة واعظ، ومرة أخرى بدموع أمه التي كان يراها دائما. ده فعلا محبة المسيح تحصرنا، ده المسيح يحاصره بالحب ويشجعه. أغسطينوس هتقدم توبة بعد زمن، يقدم توبة ونسميه شفيع التائبين، ونسميه ابن الدموع، ويصير قديسا وأول من يسجل اعترافاته. محبة المسيح بتشجع الإنسان. المسيح يقدم لنا فرص كثيرة يشجعنا بها. ده ممكن مكالمة تليفون من إنسان صديق أو حبيب لك يشجعك، يقول لنا المزمور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزل. ما هو ده نوع من التشجيع. زي ما بيقول لنا في رسالة غلاطية، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي.
بيشجعني. وعنصر التشجيع ده عنصر في غاية الأهمية في حياتنا الروحية. فالحياة الروحية ليست مجرد تغصب، الحياة الروحية تحتاج على الدوام أن يتشجع فيها الإنسان من اللي بيخدمه. طب يا رب هتعمل إيه بقى؟ ويا بولس الرسول شاول الترسوسي، ده شاول ده اللي قال على نفسه: كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط، كنت مفتريا على كنيسة الله. قال هطول بالي وهشجعه وهظهر له مخصوص في طريقه لدمشق لكي ما يضطهد الفرين من أورشليم في ذلك الاضطهاد الذي وقع أيام الصفانوس رئيس الشمامسة، وهظهر له وتعامل وياه لغاية ما شاول الترسوسي يقف أمام الله ويقول هذه الكلمات الذهبية: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عايزني أعمل يا رب؟ ما هو ده التشجيع. التشجيع أنك تستنهض حرية الإنسان وتجعله يصنع الشيء برغبة، يصنع العمل من داخله. ونسمع عن بولس الرسول: السفير الذي في سلاسل، الذي يكتب ويكتب في هذه الرسائل ويخصص إصحاح لكي ما يتحدث عن هذه المحبة الفياضة في كورنثوس الأولى 13. محبة الله محبة بتشجع الإنسان. وهذه الصفات يا أحبائي نأخذها لكي ما نعيش بها في حياتنا وكنيستنا وخدمتنا. تعال شوف مثل تاني من مثال التشجيع. بطرس الرسول هذا التلميذ المتقدم والذي شاهد معجزات وأمثال وصار مع المسيح مسافات ومسافات، يجي بطرس ده ويقع غلطة كده ونقول له كده: كيف سقطت أيها الجبار؟ قال أهي غلطة، غلط، وبكى مكاء مرا وابتدى يكاد ينصرف إلى حياته الأولى كصياد السمك. بطرس خلاص كل اللي فات ده مش مأثر فيك، وجودك مع المسيح ورؤيتك وحضورك مناسبات كثيرة كالتجلي كل ده نسيته؟ قال ما أنا عملت غلطة صعبة برضو، لقد أنكرت سيدي. يا بطرس تعمل إيه؟ قال أنا أستند على محبة الله، ومحبة الله تفتقدني ذات يوم. ويجي اليوم ده مش بعيد، بعد القيامة بأيام هو بيصطاد السمك في معجزة صيد 153 سمكة في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح 20:21. القديس بطرس الرسول يتقابل مع هذا السؤال اللي يسأله له المسيح وهم قاعدين بياكلوا السمك، السمك المشوي، ويقول له سؤال من كلمة واحدة: يقول له بطرس: أتحبني؟ أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وكلمة تحبني يعني أنت حاسس بمحبتي ليك؟ يقول له: نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. يقول له: ارعى خرافي. وعايزكم تتخيلوا المشهد وياي: بطرس مع بقية التلاميذ اللي كانوا موجودين في هذه المعجزة، ويعني مكسوف طبعا وخجلان من اللي عمله، ويعني أنا بتخيل كنا أنه بيدارى في بقية تلاميذ، لكن المسيح يختار ويخاطبه
ولم يكلمه عن الماضي، ولم يكلمه عن سقطته، ولم يكلمه عن ضعفه. أصل المسيح دايما إيجابي، دايما له نظرة إيجابية. ويكرر نفس السؤال مرة تانية: أتحبني؟ نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك. يقول له ارعى غنمي. مرة تالتة: أتحبني؟ يرد بطرس الرسول هذا الرد الرائع: نعم يا رب أنت تعلم إني، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف إني أحبك. خلاص صلحت الحكاية، ويعود بطرس إلى مرتبته ويخدم ويصلب على الصليب المنكس، لأنه لم يتحمل أن يصلب كما صلب سيده. محبة مؤثرة، مؤثرة في شخص الإنسان. ولذلك أعطي فرصة لنفسك عندما تقف أمام الله أن ترى أبعاد هذه المحبة وكيف تؤثر فيك. عايز أقول لك حاجة مهمة خالص: لو افترضنا قدامنا شمعة أبيض وقدامنا طين أسود، وأشرقت الشمس على هذا المنظر، شيء طبيعي الشمع الأبيض يلين، أما الطين الأسود فإنه يتحجر. هكذا قلب الإنسان، إذا كان قلبه مثل الشمع الأبيض عندما يتعامل مع محبة الله يلين ويزداد رقة وعذوبة وينقي ذاته من كل ضعف ومن كل خطية. أما إذا كان قلبه أسودا تعيش فيه الخطية وما فيش توبة، ما فيش تنقية، ما فيش أي محاولة، اللي يبات فيه يصبح فيه، بالتأكيد يبقى قلبه بل يتقصى أيضا وأيضا، يتقصى القلب أكثر وأكثر، ينشف ويصير قاسيا وليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. محبة المسيح محبة مؤثرة في قلب الإنسان. إنسان بعيد عن كلمة الله كيف يشعر بمحبة الله؟ في القديس، في سيرة القديس أنبا أنطونيوس، كان قلبه نقيا، وكان هذا القلب النقي ينعكس على وجهه. فعندما زاره بعض الرهبان وجلسوا يقدمون أسئلة باعتباره المعلم وهو يجاوب بكل محبة، بقي واحدا منهم لم يسأله سؤالا، قعد نظر له كده بس، فيعني قرب نهاية اليوم بيسأله: مش عايز تسأل انت سؤال كده ولا عايز تعرف حاجة؟ فرد هذه القولة المشهورة: يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي. هذا الوجه يعبر عن قلب نقي، وهذا القلب النقي عاش في محبة المسيح، المحبة الغامرة. جانب آخر وأخير في محبة المسيح، محبة الله التي تحصرنا، أن هذه المحبة دائمة وغير متقطعة، هذه المحبة بلا حدود. الحب البشري قد يدوم وقتا، يقعد وقت، حب بشري، وممكن الحب ده يقعد فترة، سنين، أقل، أكتر، ينتهي. ولكن محبة الله لا تقف عند حدود،
ولا شيء في الخليقة يستطيع أن يخطفنا من بين ذراعي. السيد المسيح يؤكد محبته دائما، ويؤكد أن هذه المحبة في صباحك وفي مساك، وهذه المحبة بالحقيقة تغمر الإنسان. ذات يوم جاءوا بالمرأة الخاطئة أمام السيد المسيح التي ضبطت في الخطية، وعندما وضعوها كامرأة شرقية في هذا العار، باعتبارنا من الشرق نقدر نتخيل هذا المشهد، واستعدوا لكي ما يرجموها ظلما وقساوة وبلا رحمة، وجلس السيد المسيح يهدئ من روعهم ويخط بعض كلمات على الأرض وكأنها رسائل هادئة مرسلة إلى هؤلاء الغضبانين والمنفعلين واللي يعني فاكرين أنهم بيطبقوا العدالة. وعندما انصرفوا من أمامه لأن خطاياهم صارت مكشوفة لديه، امتدت رحمته ودوامها لهذه المرأة، أما دانك أحد؟ وأعطاها الباب الجديد لكي ما تبدأ عمرا جديدا، اذهبي ولا تخطئي. بتخيل هذه المرأة بتكتب مذكراتها، هتكتب في اليوم ده لما ترجع ايه؟ أظن هتقول ده أنا النهاردة اتولدت من جديد، ده كأن صار لي عيد ميلاد جديد، ده اليوم كان يوم موتي، وموتي بإعدام وبقساوة، ولكن وقعت في يد السيد المسيح التي محبته لا تزول ولا تنتهي. محبة المسيح دائمة. ولذلك يا إخوتي الأحباء، وإحنا بنعيش ونحيا في أيام عمرنا نتقابل مع أحداث كثيرة، ولكن أعرف أن محبة المسيح باقية، وعطاياه عطايا المحبة جديدة في كل صباح. إذن هذه بعض جوانب محبة الله التي تكشف هذه المحبة. الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. محبة المسيح شخصية، ومحبة المسيح تبحث عنك، ومحبة المسيح مشجعة ومؤثرة، ومحبة المسيح دائمة لا تنقطع أبدا. يعطينا مسيحنا أن تكون هذه المحبة هي تملأ قلوبنا وحياتنا، وعندما نحيا أمامه في هذه المحبة سنشعر بيده القوية وذراعه الرفيعة في حياتنا في كل يوم. عايز أقول حاجة صغيرة كده خارج الموضوع. طبعا في بلادنا في بعض مشاهد العنف موجودة، وباسم الكنيسة ننبذ كل عنف وكل صورة يظهر فيها شعب مصر وكأنه يتقاتل، وبنصلي من أجل هذا السلام، ونشارك بقلوبنا في كل المجهودات المبذولة والتي تبذل من أجل السلام الاجتماعي ومن أجل استقرار حالة البلاد. وبكرة في مشيخة الأزهر الكنيسة موجودة مع شيخ الأزهر ومع بقية ممثلي الرموز المدنية لكي ما تقدم وثيقة للمجتمع عن نبذ هذا العنف، وتدعو إلى حوار جاد، وتدعو إلى حياة قوية.
وتدعو لحياتنا المصرية بعد سنتين من الثورة، تدعو إن احنا نبدأ في الانطلاق ونترك كل الخلافات والاختلافات والضعفات والمطالبات، نتركها إلى حين لكي ما نحفظ جميعا وطننا سالم. الكنيسة تشارك الكنيسة تشارك بروح الصلاة، ونحن نؤمن جدا بقوة الصلاة التي يمكن أن تغير الحال في مجتمعنا إلى مجتمع أفضل. فأرجوكم تشتركوا جميعا في صلواتكم الخاصة من أجل بلادنا ومن أجل سلامها. بلادنا غالية وعزيزة علينا، وكل إخوتنا المصريين لهم مكانة في قلوبنا، ونصلي أن نعيش في هدوء وفي استقرار، ونصلي من أجل كل إخوتنا اللي في مسؤولية أن يعطيهم الله الحكمة ويعطيهم فرصة تدبير الأمور بسلام، ويعطيهم أن يفكروا حسناً في مصير هذا البلد العظيم الذي نفتخر أننا ننتمي إليه. وكل مجهود بيتم من أجل سلامة بلادنا نحن نشارك فيه كمواطنين. حقيقة الكنيسة مؤسسة روحية أولا، ولكنها تخدم المجتمع لأنها على أرض المجتمع. أما أمور السياسة فهي بعيدة عنها، ولكن عندما يحتاج الأمر أن نعلن عن محبتنا ودورنا كمواطنين فالكنيسة لا تتخلى عن هذا الدور. ولكن زي ما قلت، في ضرورة قوية إنك تحول الوقت اللي بتقضيه قدام الأخبار وقدام الأحداث والوقت اللي ممكن يكون مزعج ليك، إنك تقضيه وتحوله إلى روح صلاة. حول وقتك في بيتك لصلاة مرفوعة قوية، والصلاة تستطيع أن تهز الأرض والسماء. يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية، ويعطينا حياتنا أن تكون مرضية أمامه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.